كتير فخورين فيهم، نحن مبسوطين قديشهم هن محمسين، حماسهم عم يخلينا نحن متحمسين، عم يخلينا عم نطور افكارنا، مبسوطين انهم مرات عم يسبقونا بالافكار وبالحماس. بدي اتشكر الاهالي الحقيقه، لانه لولا ما في بيئه حاضنه صح لهذا المتميز ما بيوصل لهون. الشخصيات الحلوه، التربيه الصح، كلها فعل اهل. نتمنى يضلوا مآمنين بالاولمبياد ويضلوا عم يشجعوا اولادهم يضلوا بالاولمبياد، لانه بنوعدهم بتغيير رائع وايجابي لاولادهم. وجودنا هون بين الطلاب هو توعيه، ارشاد نفسي، تخفيض من نسبه الضغط النفسي الموجود على الطالب، مدوا بالمعلومات لو كانت قليله. طلابنا قدموا طبعا بالامس المرحله الاولى وكانت يعني شبه مقبوله يعني، واملنا فيهم بالمرحله الثانيه. بشكل عام دور طالب الاولمبياد ما بينتهي مع اخر اختبار بيعمله بالصف البكالوريا، الاولمبياد هذا المشوار في له استمراريه بالنسبه لنا للطلاب القدامى، ان كان عن عبر التدريب او ان كان عبر اداره مكاتب الاولمبياد بالمحافظات. ومن هون نحن عم نحاول كل طالب بمحافظته ينقل تجربته اللي عاشها، التجربه العلميه، التجربه الاجتماعيه، التجربه يلي بتكون محطه اساسيه باي طالب بشارك بالأولمبياد العلمي. فمن خلال محافظات نحن عم نحاول ننقل هيدي التجربة ونشتغل على بيئة بتحتضن هيدون الحالات المتميزة، مو بس إدارة أولمبياد. أولمبياد هو درب من دروب التميز الكتير كتار. إذا أنت بتحب تتميز أيا كنت وين ما كنت بتقدر تشق طريقك بإيدك بالنهاية. وكمان بدي أحكي شيء للأصغر مني بسنية اللي مقبلين على الأولمبياد، حاولوا أن يحددوا هدفهم، يكون عندهم هدف موحد، حاولوا يشتغلوا حالهم كتير منيح من هلا ويتعبوا كتير لحتى يرتاحوا بعدين. أول شيء نحن بلشنا بالجامعات، يعني أنه فحوص الجامعات، فكنا قدمنا منيح، يعني ما حدا توقع يوصل لهالمرحلة بيناتنا. الفحص الأول بالرياضيات كان كتير حلو بس فيه صعوبة، والفحص الثاني كان حلو فيه صعوبة بس الفحص الثاني يعني قدمت فيه أحسن من الأول.